نهار في ساعتنا الثانية والأخيرة توصل معكم حتى للسبعة متاع العشية. تحية للناس تحقت بينا في الاستماع، قلكم طريق السلامة للجميع كالعادة في الوقت هذين. نمشيو لخدمتي ونحبها، خدمتي ونحبها. اليوم في خدمتي ونحبها اخترنا نحكيه على واحدة من المواد اللي أصبحت مهمة في وقتنا طوى، وهو الحساب الذهني. ما معنى حساب ذهني؟ هل التونس عندهم فكرة عليه؟ الأولياء، العائلات، مش نعرفوا أكثر تفاصيل. معنا بالتليفون ريما جبال، مدربة حساب ذهني. مرحبا ريما. مرحبا أسامة. مرحبا أحوالك؟ يعيشك، بارك الله فيك، شكرا لك لقبول الدعوة متاعنا. سينو، كيفاش النجم نعرفوا الحساب الذهني؟ الحساب الذهني اللي نستعمله فيه هو الحساب الذهني تسوروبا. مش معناتها تسوروبا هيك ما المعداد ما. أصله ياباني، المعداد ياباني، المعداد بالياباني يسميوه هما تسوروبا. تسوروبا عندنا احنا في العالم العربي سر وبان على قسمة هيك المعداد الياباني اللي فيه فوائد لصغيراتنا كي تعلموه. هو كنيد الحساب الذهني، الفايدة متاعو مش كعملياتك هو مش نقعد ونحسبه برا، أما الفايدة متاع السروبان، السروبان اللي هو معناتها معديد، الفايدة متاعو في تنشيط فصي الدماغ، كي يخدموا فصي الدماغ مع بعضهم. وعرف الكلام ولا نزيد نوضح؟ نوضح به الفايدة متاعو بالنسبة للصغيرات كما قلت أنت، معناتها شنو الحاجات ينجم يزيدهم للصغير؟ أول حاجة أنه عمر، معناتها يخلي صغير ينجم يدرب الحساب الذهني هذا. العمر تبدأ من 4 ل 14 سنة. من 4 ل 14 سنة. 4 سنين يبدأ كتمهيد، 5 سنين نلقاو معاه ريزلتات تحفونا برشا. معناتها كل 5 سنين إذا كمان شعرفة اللي بارون يراو شاكا الفيديوهات صغارهم مغمضين عينيهم وقاعدين يحسبوا ويعطيوا طول النتيجة، بعد 5 سنين نبدأ نلقاو نتيجة، وهيك العمر الذهبي للدماغ باش ينشط ونسقلوا فيه برشا مواهب. واضح، ويظهر لي معناتها فيه فوائد كبيرة حتى على شخصية الصغير ولا سلوك متاعه وغيره. هيك هي الشخصية، تزيد الثقة في النفس. معناتها تزيد الثقة في النفس في صغيراتنا. السرعة، معناتها بسرعة 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 ديما نطلبه بسرعة. يحب الرياضيات، يولي معناتها متعة عنده هو. معناتها يلقاو عندهم مشكلة في 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 مادة الرياضيات ينجموا بالحساب الذهني معناتها يتجاوزوها المشكلة هذه. إفكتيفمون. نحب نوضح حاجة، الحساب الذهني شنو هي قوته؟ السروبان. السروبان المعديد شنو هي قوته؟ كلمحة صغيرة على الدماغ نحاول نبسطها. احنا الدماغ مقسم شطر يمين شطر يسار. الشطر اليمين نتاع دماغنا يخدم يخدم خيال، يخدم ابداع، يخدم صور. هيك الشطر اليمين نتاع دماغنا شي يقرا، معناتها يقرا الوان، يقرا خيال، يقرا ابداع، يقرا موسيقى. والشطر اليسار نتاع دماغنا يقرا جست ارقام، يقرا كان منطق، يقرا كان تسلسل. والشطر اليمين نتاع دماغنا اقوى برشا من الشطر اليسار. قوه الحساب الذهني في شنو؟ كي نستعملوا فصي الدماغ مع بعضهم. اش معناتها نستعملوهم زوج مع بعضهم؟ معناتها احنا قاعدين نعملوا في ارقام باش طالي صار نتاع دماغنا، وفي نفس الوقت قاعدين نتخيلوا في المعدد. واضح. باش طالي مين نتاع دماغنا؟ معناتها قوة الحساب الذهني السروبان الياباني اللي احنا نستعملوا باش طالي مين وباش طالي صار نتاع دماغنا من بعضهم. معناتها هو قاعد يحسب يستعمل باش طالي صار، وفي نفس الوقت قاعد يتخيل في المعدد. على خطر احنا المعدد أول مرحلة نبدأ نخدموا به هو كمعدد، نعملوا به تطبيقات ومن بعد نولي ونتخيلوه. ولي صغير هكا يغمض عينيه ويتخيل يتخيل. معناتها ينجم يقوي له حتى المخيله نتاعو. معناتها اينشتاين جمله قالها، الخيال اهم من المعرفه. الخيال اهم من المعرفه بحق ما يوصل يتخيل، يوصل ينمي له الخيال الابداع. واضح. والتدريبات هذه معناتها في الحساب الذهني ديما فما تمارين جديدة وإلا فما تمارين ستاندار ديما تخدموا بها؟ الحساب الذهني المعديد هو المعديد. هيك هو المعديد اللي نخدموا به. أكيد العمليات تتبدل. الأرقام تتبدل، وأنا كاجتهاد مني معناتها ديما نحاول نزيد لعبة جديدة للصغيرات وتجدد في التمارين وفي الألعاب. واضح. العائلات التونسية والعائلة التونسية عندها فكرة على الحساب الذهني وإلا ما زالت بشوية بشوية قاعدة تدخل في التقاليد متاعنا في 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 نوعية الحاجات ينجم يكتسبوها الصغار؟ في ثقة قاعد ينتشر.
بدا هالاربع سنين هذوما بالحق المعديد ولا منتشر ولا معروف المعديد وصغيرات واللي بارون طالبوا هكا بالحساب الذهني وفي اقبال على النتائج اللي لقاوها مع صغيراتهم معناتها ركزوا كزيدوا حبوا كزيدوا حبوا معناتها الارقام الرياضيه يجي واحد يقول لك اول حاجه نيت ما نحبش انا ارقام ما نحبش حساب ذهني وبعد بدا هكا تخدموا يولي غرام والكل يولي يتميز ويأثروا على قرايته أثروا على سلوكه واضح. يمكن خاطر ديما يشوفوا اللي الحساب والرياضيات الرياضيات حاجه صعيبه هيك علي اما كي يدخل في لعبه خطر هو كيرا المعديد يلعب عنده هو صغير كيرا المعديد خاصه 5 سنين عنده هو اي يلعبوا يعني معناتها تفرهيده عنده هو لكن هي قرايه اما في نفس الوقت قاعدين نقرا واحد مع واحد مع اثنين اما هو عنده هو قاعد يلعب صحيح. الحساب الذهني هذا للصغار كهو ما فماش الكبار فما دورات للكبار اما الدورات الكبار باش يوليو هما مدربي ايوه معناتها توا في الحساب الذهني في اليابان عاملين نوادي للكبار في العمر كوقايه من الزايمر خاطر فيها التركيز والذاكره نشاط الدماغ في اليابان عاملين نوادي للكبار في العمر كبريفونسيون من الزايمر احنا في تونس ما زلنا معناتها حاليا النوادي للصغار اما ان هو واحد يعملها يولي هو مدرب من الحساب الذهني واضح يمكن هذه نشوفوها في المستقبل. معناتها الحساب الذهني هذا معناتها اصبحت فيه مسابقات دوليه تظاهرات كبيره ساعات نشوفوا دي زارتيكل ولا نشوفوا دي فيديو نتاع معناتها تظاهره صارت معناتها البرة معناتها سورتو في البلدان الاسيويه معناتها يخدموا به برشا هذايا في التظاهرات هذه. وحتى احنا قدين مره زيد نعمل مسابقات وعملت انتشر مسابقات وقفت بحكم كورونا اما قبل نعمل برشا مسابقات ما شاء الله معناتها على صغيراتنا وعلى النتائج نتاعو. واضح. والتدريب هذايا معناتها ريما يخليك نهار كامل وانت تحاول انك تجدد معناتها تحس الخدمه نتاعكم معناتها 24 على 24 ساعه. انا الاغلبيه نتعامل مع 5 سنين. 5 سنوات ديما نحب نعمل لهم لعبه. ديما مع المعديد نزيدوهم هكا لعبه من حوايج بسيطه. ندخلوا فيها المعديد. معناتها من حاجه بسيطه نختار لعبه من الاغطيه من الكيسان من القرارص معناتها تصير يلعب شيخ اول حاجه كي يبدا هو حاجه بسيطه يراها هو ولا حاجه يلعب بها كل واحد الخيال نتاعو كيف تطلع له معناتها بعد كي تكمل اللعبه يعني هيك وليت هكا هيك وليت هكا يعطيوني حوايج اخرى انا ما كنتش نعرف فيها ومن ناحيه اخرى معناتها يبداو يسالوا فيها يعني سيدي هكا كيف وليت لعبه هل اخطا هذا كيف عملتو هذا كيف لونتو معناتها تلقى تفاعل من عند الصغار برشا ديجا هيكم هما اللي كيف معناتها منهم هما كل مره نزيد كي اللعبه هذه عجبتهم هذه يعني استبية هذه محليها هذه ما يسيبوش بالحق معناتها من حوايج بسيطه ديما صغيرات. يعطيك الصحة ريما بارك الله فيك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك سورتو إنه كما قلت أنت اليوم الحساب الذهني أصبح حاجة مهمة برشا. خلي لي كلمة الختام شنو تقول للأولياء اللي يسمعوا فينا سورتو اللي مازالت ما عندهمش فكرة على الحساب الذهني شنو تقول لهم؟ حاجة به برشا تنشط الدماغ تحبب الصغيرات في الحساب في الأرقام معناتها النوادي به تزيد لصغارنا تزيد لصغارنا تزيد وتلقى ريزلتا على القرايه وعلى السلوك نتاعو. تخي بيان. معناتها يولي هو عنده المعديد هكا يولي حاجه شيخ به برشا في الدار. صحيح يولي حاجه منه هو معناتها ديما معاه وديما يفكر به وحاجه مهمه برشا حتى للسلوك نتاعو وللتركيز كما قلت انت معناتها يخدم الدماغ معناتها في الشطر اليمين ولا اليسار. يعطيك الصحه بارك الله فيك ريما جبال مدربه حساب ذهني على التفاصيل هذه الكل ان شاء الله خذيتوا فكره على ما يسمى بالحساب ال